عايز اقف عند كلام اسامه عن بريره، وهو راجل احنا اختلفنا، واختلفنا على اللي احنا شايفينه من تطوير التحكيم، واختلفنا على بعض النقاط. هنا احنا بنتكلم من موقع ناس مقدمين برنامج في اعلام فئوي. طيب بريره اللي بيتكلم ان انا استكشفت الموسم ده وعندي الموسم الجاي خطه، هل احنا كمان واحنا في اعلام فئوي؟ ماشي هنصدقك وهنشوف، بس اللي ما كانش مفترض يقول تصريحات زي اللي هتسمعها دلوقتي هو الاستاذ ثروت سويلم. نسمع قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا. فاللي انا بكلم حضرتك عليه، هتجيب يعني حد من اجنبي يدير التحكيم المصري، هتلاقي كده اللي احنا فيه ده بقى والبلبله اللي حاصله بالنسبه للتحكيم. لما باش عندك رموز تحكيم في مصر، طب لكن هو في الاخر مرتبط بتعاقد، ويبدو ان اتحاد الكوره هيخليه يكمل، ولا انت عندك معلومه تانية؟ لا ما عنديش معلومه تانية لان ما بتدخلش في الكلام ده، لكن انا بقول لك ان شاء الله مش هيكمل. يعني الوضع صعب جدا ان يبقى فيه تكمله. انا مش كلمتك على الاخ الانجليزي اللي جه قلت لك لاتنبرج ده طلع احسن كمان. لا انا محمد بيه، انا قلت لك هيمشي ولا مش قلت لك هيمشي؟ طلع هيمشي، يعني احنا كناش راضيين بيه، ده طلع كمان اللي جه اوحش، يعني احنا الناس بتقول دلوقتي كان كلاتنبرج احسن. امال لو عرفت مرتب اللي جه يعني هتعمل ايه بقى بعد اذنك؟ يعني اللي موجود دلوقتي واللي مشي وحاجه كده صعبه جدا. بيقولوا 20,000 دولار فعلا حاجه كده؟ لا اكتر من كده طبعا، اكتر من 20,000 الحالي. هو الحالي. وبعدين عاوز اقول لك على حاجه، انت معاه مساعد، بيقولوا معاه مساعد كمان، بس انت محمد بيه التحكيم المصري ليه ثقافه معينه، وفعلا عندك رموز مثلوا التحكيم في كاس العالم. لو قلت لك اربعه نختار منهم واحد تقول لي مين مثلا؟ انا لما مسكت بدون الاتحاد بدون يعني قول اربع خمس اسماء مثلا يصلح. لا اربع خمس اسماء عندك يا باشا. الرموز القدام كابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح، ممكن يكون الناس دي مش حابه تكمل، لكن عندك الكابتن سمير عثمان انا كنت مصر عليه وعينته رئيس لجنه حكام. كابتن سمير راجل محترم، وخلي بال حضرتك في شهر واحد بس قلب نظام التحكيم وحب يعمل واضافه للتحكيم. عندك كابتن جاد جريشه. كابتن جاد جريشه طبعا. عندك كابتن محمد فاروق من الناس المميزه جدا طبعاً. اجيبه انا مساعد لرئيس لراجل اجنبي عشان لا طب ما انا اخليه رئيس لجنه الحكام. الكلام ده بالنسبة لي مش خطير، لا يصدق، والله العظيم لا يصدق. لما اتكلم ان بنجيب حكم اجنبي يدير المنظومة التحكيمية واحنا عندنا الحكام المصريين، وشفنا التجارب الحكام المصريين، شفنا تجارب ايه، واجي اقول كابتن عصام عبد الفتاح ما عندوش رغبة الفترة دي ان هو يتواجد، ولا يعني انا ما شفتش بعيني اللي كان بيعمله كابتن عصام عبد الفتاح. احنا ما شفناش النادي الاهلي وهو بيخسر لقبين، وكنا بنستعرض هنا عدد النقاط والكلام اللي كان بيحصل اللي لا يصدق. بس انا لقيت تفسير في نص الكلام، وهو ان التحكيم المصري او ادارة التحكيم المصري لها ثقافة معينة. هل ربما ثقافة الاحتواء؟ ما هو ده يفسر ليه الكلام ان هو ده المقصود. ربما المقصود ان ثقافة الاحتواء، انما كفاءة تحكيمية احنا شفنا سنتين كانوا اصعب سنتين تحكيميا على النادي الاهلي. فالكلام بمنطق ان الخبير التحكيمي الاجنبي واللي بيعمله وعندنا الكفاءات المصرية، طب ما احنا خارجين، هو احنا جبنا خبير تحكيمي اجنبي ليه اصلا؟ عشان ان الدوري كان وصل لمرحلة كارثية على مستوى التحكيم، احتواء وروح البروتوكول وفيشة الفار اللي بتتشال عشان شاي بيتعمل، وخطوط بتتحط غلط، ومهازل تحكيميه. فالإيحاء للناس بأن وضع الخبير التحكيمي الأجنبي ده جاي بوظ التحكيم مقارنة بالنوابغ اللي كانت بتدير التحكيم المصري، ده كلام غير معقول. تاني حاجة بقى، وده أنا اتعلمته من إدارة النادي الأهلي، الإدارة دي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، لما تيجي تتكلم كده مع حد في إدارة النادي الأهلي عن بعض الأمور السلبية في أي قطاع، في مدير فني، في لاعب، أنا ما ينفعش، ده الرد اللي بيتقال لك، ما ينفعش أطلع أنقد حد في المنظومة، أو إن أنا كإدارة أهمت حد أو أحاسب قبل نهاية الموسم. في أدوار تانية ربما بتعمل كده، ناس بتقيم، ناس بتعمل، ناس تتكلم، إعلام يتكلم، إنما أنا كناس بتدير بحاسب آخر الموسم.
فانا مش متخيل ان الناس وهي بتدير والخبير التحكيم الاجنبي يا اسامه بيقول السنه الجايه انا هعمل وانا اطلع وانا جوه المنظومه ببيع الراجل على الهوا واقول ان الراجل ده لا ان شاء الله مش هيكمل. لما الراجل ده يسمع التصريحات هيستمد الثقه ازاي؟ هيعمل حاجه في التحكيم ازاي؟ ونرجع نقول اصل الكره في الحته الفلانيه اتطورت ونزعل من كلام الناس ان عندنا منظومه فيها مشاكل. لا والله العظيم عندنا منظومه فيها مشاكل، واكبر المشاكل اللي بيتقال ده. انت شايفني متفائل ولا ايه؟ انا مش مصدقك. ليه؟ انت ازاي بتقول شيء لا يصدق وازاي بتقول شيء مش معقول؟ طب انت بتشوف ده فين؟ بشوفه عند ثروت سويلم نفسه. ده له تجارب سابقه كتير بتخليني اصلا استقبل الكلام ده العادي جدا. لما يطلع يقول سياده رئيس النادي نفسه ياخد بطوله فجبنا له حكم مصري، ولما يطلع يقول في مكالمه مسربه ان انا جبنا له الحكم اللي بيحبه وفل قوي كده وما تقولش لحد، فيطلع يتقال له هو انت عملت ده فعلا؟ يقول اه. فانا هستغرب ليه ان هو جاي النهارده يقول لك ان شاء الله الحكم او الخبير الاجنبي مش هيكمل؟ هستغربها ليه؟ هستغرب ليه ان هو رايح لقصه ان احنا عندنا حكام مصريين؟ احنا قلنا والله العظيم التحكيم المصري ما بخير. ليه؟ لان قال ثقافه التحكيم المصري اللي احنا قلناها من الاول، الثقافه اللي بدات في الثمانينات والناس القديمه والجيل القديم، العبور بالمباراه لبر الامان اللي اصبحت الان كلمه الاحتواء. الكابتن رضا البلتاجي وهو احد رؤساء اللجان الحكام السابقين اتكلم مع الكابتن محمد بركات عضو اتحاد كرة القدم المصري الحالي، وهو بيتكلم عن ركلة الجزاء اللي تم احتسابها في مباراة الأهلي والزمالك اللي انتهت 4-1 اللي كان فيها مهزلة تحكيمية حقيقية في الدقيقة 30 بعدم احتساب ركلة الجزاء لحسين الشحات وطرده مدافع نادي الزمالك. قال ايه؟ قال له يا كابتن بركات ما انت عارف لو هي النتيجة مختلفة ما كانتش هتتحسب، لما جت واحدة شبيهة في البطولة الأربعة ما اتحسبتش. فقال له ما أنت عارف وأنا عارف إن لو هي النتيجة مختلفة ما كانتش هتتحسب، النتيجة كانت 3-0 اتحسبت ليه؟ خلي الزمالك يقرب، ما تدخل الزمالك في الجيم مع النادي الأهلي. هو بالظبط اللي طلع قاله محمد عادل لما قال بعد 3-0 حان وقت احتواء المباراة. هي دي الفلسفة اللي عند التحكيم المصري. عشان كده احنا ليه بنطالب بخبير تحكيم اجنبي؟ عشان يجي يقضي على الفلسفة دي، ما يشوفش الوان، يشوف قانون، وما يشوفش روح بروتوكول، وما يشوفش اصل يا سيف درجة حرارة المباراة كانت عالية والحكم زي الدكتور فلازم نديله مخفض حرارة. الكلام ده يا جماعة ما ينفعش، احنا بنهزر، احنا بجد والله العظيم بنهزر. ويجي الست اللي هو ثروت سويلم يقول لك كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن مع كامل احترامنا للمسميات دي وللكباتن دول، احنا سمعنا تصريحات من كابتن عصام عبد الفتاح يعني ما سمعناهاش قبل كده في اي حته في العالم. الحقيقه الراجل متميز جدا في اختراع تصريحات روح البروتوكول والمباراه زي الطفل لما بيسخن لازم نديله مخفض حراره وكلام كتير جدا يعني متعلق بكابتن عصام عبد الفتاح. وكابتن عصام عبد الفتاح خلاص بقى كابتن ثروت سيبه بقى، خلي العداله تاخد مجراها بقى. بقى يا اخي سيبه، ده انتوا بتجيبوه عشان بيكون بطل الدوري معروف الله. يعني هو بيجي من هنا معروف الدوري رايح فين، فخلاص بقى. الحقيقه موضوع صعب جدا، ولكن اعتدنا على مثل هذه التصريحات من اللواء ثروت سويلم. والغريب ان هو عضو الرابطه اللي المفترض يساعد المنظومه على النجاح جاي بيقول لك ان شاء الله تخرب ما تعمر، ان شاء الله هيمشي.